السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع يخليك تعمل عروض تقديمية قوية جدا بسهولة. هاجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل كرييت، بيقول لي عايز تكتب التايتل بتاعك ايه، وليكن مثلا ايجيبت، وبعد كده اقول له عايز شريحة تانية، فبيقول لي عايز شكلها ايه، مثلا عايز تحط صور، عايز تحط تايتل زي ما انت عايز، فبيقول لك ابلود ايمج، فتقدر تختار الصورة اللي انت عايزها. وهنا برضه تقدر تضيف حاجات مكنش انت قايل عليها، هنا تقدر تضيف اي حاجة، فتقول له مثلا لا ده انا عايز هنا مثلا هيدنج، ابدأ منهم لك. تقدر انت تطلع وتشوف كل شريحة فيهم اهو بالشكل دوت. وزاد ان انت بعد ما تخلص ممكن تعمل شير ليها، تمام، تخلي فيه اكسس للحاجة ديت، كوبي بلان، كوبي كومنت، اي حد مع اللينك دوت يقدر ان هو يشغل البرزنتيشن. ممكن نيجي هنا ونختار الشكل بتاعنا، ممكن مثلا لون ازرق مثلا بالشكل دوت، كلهم هياخدوا نفس الشكل. الباك جراوند تقدر ان انت تغيرها لو انت حابب، وهكذا تقدر ان انت تسيف. ممكن تعمل صفحة واحدة، تمام، فده على القديم بتاعه، وده الصفحة دي مختلفة شوية.